وسهلا يا اهلا وسهلا شرفتي. هون بالوجه اذا بتلاحظي في عنا قسم النشره السياسيه الاخت جوزجان بتقدمها، وفي عنا دولي بتقدم نشره التأس، وفي عنا هذا اللي شايفتيه هنيك اسم الله بيهتم بكل شيء في صيانه وبيحضر كل شيء قبل ما نبلش بالنشره. يا جماعه بحب اعرفكم على الاخت اتحاد. اهلا اتحاد. الاخت اتحاد شو عامله حضرتك؟ خريجه اعلام. نعم عامله خريجه اعلام وحب تيجي تعمل معنا مساج. معلش ما تخزيني انا بتربل شوي، جاي تعمل استاج عنا. جوزجان معك 5 ثواني تطلع الهواء. 4 3 2 1 على الهواء. إيه انا بحضرك اليوم لجوزجان شو طلقه. صباح الخير. عفوا عمتم صباحا، عفوا عمتم مساء. نشرة اخبار الساعه 8 نبتديها باهم العناوين. الوضع العربي في خطر. شفتي كيف صلحت على الهواء دغري بدون ما تتلبك؟ ايه ما هي جوزجان ثروة. استاذ مش لازم تروحوها من ايدكم. لا يا جماعة هذا يتصل بالصليب الاحمر، بالصليب الاحمر يا شعب، انت يا زفت يا شعب. ايه ليك شو الاشياء عسيبة. استاذ يمكن القدر عم بيناديني، ممكن تعطيني فرصة؟ لا يا اخت اتحاد مش وقتها هلا، ولك انت يا دولي نحن على الهواء طلعي بالتعس دغري نشرة التعس. اوكي 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 استاذ. استاذ بس على فكرة دولي كتير عيونها حلوين. استاذ انكسروا ازازات عوينيتي وما في يرى بليهم، شو بعمل هلا شو بعمل؟ كملي كملي ولك انت على الهواء. مساء الخير أعزائي المشاهدين، لبنان رح يشهد عاصمة خليجية. شو؟ عفواً عفواً عاصفة ثلجية. ومن المتوقع عفواً ومن المتوقع ومن المتوقع أنه سرعة الرماح عفواً سرعة الرياح سرعة الرياح أنه توصل ل 80 كيلو غنم 80 كيلو بقر 80 كيلومتر بالساعة. خلينا نشوف صورة الليلة. استاذ هيدي المكنة اللي بإيدها ما بتكهرب؟ دا يا اتحاد لا تقول هيك ابدا. في شو هالمكنة العالمية؟ شوشطت. الله لا يوفقك يا اتحاد، رح يخرب بيتي، رح نسكر ونحطها من وراك ومن ورا عيونك. روحي الله لا يوفقك لك هالعيون. مين تفضل؟ رحلة خلينا نطلع عندك على المكتب. ايه معلي انا بقدم النشرة. عمتم مساء. ولك شو عم تعملي؟ استاذ قلت انا باخد فرصتي، بس تعريف مش معقول هون عندكم الجو شو دافي ورايق وبرا كله عواصف، معقول شو حظي حلو. ايه استاذ مدري مين طرقني